السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات كويزين تيتيما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحضر معكم كوكيز للاطفال سهل التحضير وما فيش بزاف ديال المكونات، يمكن لكم تحضروه بسرعه، يعني الوقت فاش كتحضروا الغداء يمكن لكم تعجنوه وتحطوه، يعني سهل التحضير ما كيتطلبش بزاف ديال الخطوات، وكذلك ما فيش بزاف ديال التعقيدات، كيجي زوين بزاف ولذيذ، والاهم انهم كيحماقوا على الوليدات، يمكن لهم ياخذوا معاهم المدرسه. قبل ما نبداو نمشيو الوصفه او نبداو في الوصفه، كنتمنى اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليها باشتراك القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. ودابا نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه، غادي نحتاج 3 ديال المعالق بدرجه حراره الغرفه، يعني يكونوا ما تكونش متلاجة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. غادي نحتاج كذلك نص كاس ديال الزيت، وغادي نحتاج نص كاس ديال سنيدة، وغادي نحتاج حبيبة ديال الشكلاط باش نزينو. هنا غادي نحتاج واحد جوج المعالق ديال طوبيل أولا نسكويك اللي كنديرو الحليب للوليدات، أولا يمكن لكم تعوضوه بكاكاو المر. الا درتو كاكاو المر يمكن هنايا غديروا كاس عامر ديال السكر سنيده لحقاش كيكون ناقص حلاوه. بالنسبه للناس اللي غيستعملوا كوبيل اولا نسكوي استعملوا فقط نص كاس. غادي نحتاج كذلك بيضه واحده، غنحتاج قبيصه ديال الملحه، هنا غادي نحتاج واحد نص خماره، يعني ما عنديش خماره كامله، غندير فقط 8-4 غرام، يعني ما نديرش فيها ما نديرهاش كامله. وغادي نحتاج هنا عندي واحد 3 كيسان ديال الدقيق الابيض، الكاس باش عبرت هو كاس العنبه. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نضع هنا السكر اولا سنيده، غادي نضيف ليها الزبده كما قلت لكم درجه حراره الغرفه باش تسهل علينا الخدمه، غنخدموهم مزيان مع بعضياتهم. ندخل هاد الزبده مزيان في هاد السنيده حتى نحصل على واحد البوماده بحال شكل البوماده. من بعد غادي نضيف بيضه واحده، ثم غادي نضيف الزيت نص كاس ديال الزيت، نضيف ديك قبيصة ديال الملح، نخلطهم مزيان مع بعضياتهم. غادي نضيف نسكوي اولا كاوبيل كيف قلت لكم اولا الكاكاو، اهم حاجه الا ضفتوا الا درتوا الكاكاو. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش كاوبيل اولا نسكوي بغاو يديروا الكاكاو في بلاصتو، زيدوا في السكر باش تجيكم حلو، يعني في المذاق ديال الحلاوه يجيكم هو هذا. نخلط مزيان، من بعد ما نخلطهم مزيان ونساجموا ليا العناصر مع بعضياتهم، غادي نضيف نص خمارة أولا معلقة صغيرة ديال بيكن باودر أولا الخمارة، تقريبا نضفت نص ديالها. وآخر حاجة غادي نبدا نضيف الطحين. هنا بالنسبه لي انا ديجا عابراهم، عندي 3 كؤوس، غنبدا من العجينه. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو انه يكون يعني اللون غامق، نضيف واحد المعلقه ديال الكاكاو
باش تغمق لكم اللون وتحصلوا على كوكيز غامق بزاف يعني كحل بزاف. بالنسبه للطحين يمكن لكم تستعملوا 3 كؤوس كامله او لا اقل او لا اكثر على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب او الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. تقريبا انا هنا دات لي واحد جوج الكيسان ونص ديال الدقيق، ما استعملتش 3 كؤوس كامله. كنجمع حتى كنحصل على واحد العجينه اللي تكون طريه طريه ورطبه بحال هكا. غادي نضيف لها واحد شويه ديال الشوكولات حبيبات ماشي بزاف شويه وغادي نخلطها بحال هكا، ندخل معاها مزيان. كيفما كتشوفوا كنحسوا على عجينه رطبه وطريه بزاف يعني كتجي زوينه مجموعه. بالنسبه لي العجينه دات لي جوج الكيسان ونص ديال الدقيق، مكملتش 3 الكؤوس. غادي نغطيها وغادي ندخلها الثلاجه ترتاح واحد 15 دقيقه عاد باش نبدا نكورها. نخليها ترتاح 15 دقيقه عاد باش نكمل معكم الوصفه. من بعد ما خليتها واحد 15 دقيقه في الثلاجه كناخذ العجينه بحال هكا وكنكورها. ندير على شكل كره بحال هكا، كنورك على شويه بيدي واخا تشقاق ليكم الجناب فماشي مشكل وكنحطها. بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه بغيتهم كبار او لا صغار اللي بغيتهم. كيف قلت لكم بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه بغيتهم كبارين او لا صغار. مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كلها. من بعد ما كورتهم كاملين كنجيب شكلات حبيبات خاص بالكوكيز وكنغرسهم فيهم هكا. هنا كيف ما كتشوفوا بيضه واحده خرجت تقريبا واحد 26 حبه ديال الكوكيز، يعني كتعطي كميه كبيره بيضه واحده فقط. دابا غندخلهم الفران يطيبوا ونشعلهم من التحت بالنسبه للفران يكون سخون من قبل، ونشعلهم الفران لتحت بالنسبه للحراره تكون متوسطه ونبقاو رادين معاهم البال لحقاش دغيا كيطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. من بعد ما كنخرجهم من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كنخليهم حتى كيبردوا باش ما يخسرش لكم الشوكولات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، صراحه كيجيو لذاذ بزاف وتبقاو ردوا معاهم البال باش ما يتحرقوش ليكم لحقاش فيهم الشوكولات ما كيبانش واش انهم تحرقوا ولا ما تحرقوش. المهم كتردوا معاهم البال الشكل ديالهم كيجي زوين. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكوكيز ديالنا كيجي ممتاز وكيجي لذيذ بزاف كيحماقوا على الوليدات.
بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، كناخذوا قراعي الزاج اولا سوبيرات ديال الزاج، المهم شي حاجه اللي تكون كتسد مزيان، يعني عندها الشياط هذا يعني جوانب ديال السيليكون باش يتسدوا مزيان. كناخذوا البسكويت ديالنا وكنوضعوا فيها هكا، كنحافظوا عليهم انهم يعني ما يرطابوش بزاف وما يقساحوش، يعني كيبقاو هشاش ويبقاو زوينين دونك بحال هكا. وباش نحافظوا عليهم ويبقاو لنا طريين ديما كنوضعوا قطعه ديال كنوضعوا معاهم قطعه ديال السكر بحال هكا، نضعوا وسط البسكوي وكنسدوا القرعه ديالنا بحال هكا. هكا كيبقى لنا البسكويت ديالنا مده طويله وما كيخسرش. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتنال الاحسان ديالكم، ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو الى عجبتكم واشتراك القناه. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.